اختتمت أيام ملتقى النحت على الخشب سوريا جسر المحبة بمعرض للأعمال النحتية التي أنجزها النحاتون والنحاتات العشرة في الملتقى، وذلك في قاعة العرش بقلعة دمشق. العمل من مادة الخشب هو عبارة عن تكوين إنساني مشغول باتجاه الشاقولي إلى الأعلى. حبيت ضيف بعض الدلالات، اللي هو الطائر الحمام اللي بيرمز للحرية للسلام. ففي مجموعة يعني دلالات هذا العمل اللي نفت. العمل عبارة عن كتلة نصبية توحي لا أنثى وذكر. العمل تجريدي، تحليل سطوح مبسطة إلى حد ما، يعني العمل يعتبر تكعيبي. حاولت يعني أدخل فيه خامات من أكسسوارات من بيئة المكان نفسه. شاركت بملتقى الخشب، هي طبعا هي أول مرة بشارك فيها، وحبيت أشتغل على خامة الخشب، وحبيت ضل بهي الروح الدوران وروح هي الروح الخشب منه فيها، لأن عتقته بلون بس مع ذلك خليت ضربات اللي فيه. اشتغلت على مبدأ الثنائيات، ثنائية أنثى وذكر، وحاولت تحورهم وبسطهم بطريقة أنه يضل الشكل العام خشب منه فيه. وبما أنه أنا ضليت تحت الكتلة مصمتة ومسكرة، فتحته لفوق لحتى ياخد هواء ويتعامل معه ككتلة وفراغ. الأعمال النحتية العشرة جاءت نصوبية بحجم كبير وبمواضيع وأساليب متنوعة، عكست تجارب وأفكار المشاركين المنتمين لعدة أجيال من النحاتين السوريين.